السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو حصري للإخوان من مدينة أزرو. إن شاء الله الإخوان انطلاق عملية الحرث. الناس تحرث القتيل وفي بلاد أخرى عاد تحس. واش هذا الفيديو واش بصح ولا كذوب؟ وتحياتي للجميع. 2024 شهر 10 12 السبت عاد كنحصدو، حنا الوحيدين في العالم اللي بقينا ما حصدناش الشعير. الناس كتزرع حنا كنحصدو في المغرب. بغينا نسولوك علاش من 2024 حتى 12 10 عاد تصدو، شنو السبب؟ السبب هو سوء الحال، دابا تيبرد الحال باش عاد نربحو ونولو. هاكا، شكرا على هاد